عبر الهاتف من الدمام ينضم لنا الدكتور عبد العزيز المطوع، استاذ الارشاد النفسي في جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل والمدير العام لمركز الارشاد الجامعي. دكتور مساء الخير، اهلا بك معنا. الاستخدام المفرط للانترنت وخاصه الالعاب الالكترونيه عبر الانترنت يعادل بحسب الدراسه التعاطي الكحول والادمان على المخدرات، يعني كيف ذلك؟ يعني نعلم بانه الادمان على الكحول او تعاطي المخدرات لها علاقه بتغيرات في الجسم، أما استخدام الإنترنت والجهاز الإلكتروني أو اللعب إلكترونيا عبر الإنترنت كيف يمكن أن يعادل ذلك؟ أولا كل شيء، أول شيء مساء الخير للجميع وأشكر قناة الآن على هذه إتاحة الفرصة. حقيقة أي شيء يعني بيكون يعني أبنورمال أو خارج الإطار هو فيه مشكلة، هذا واحد. نعم موضوع يعني بيكون اصلا مشكله، لانه احنا الان هي حتى نعتبرها مشكله لابد ان تكون في السياق غير الطبيعي، ولا لا؟ اليس كذلك؟ عفوا يعني لم افهم النقطه بالتحديد، لم اسمعك بشكل جيد دكتور، عفوا ماذا طيب. كانت الفكره؟ انا اتفق الان مع الدراسات بحيث انه طيب. هي اصلا الموضوع ابنورمال، يعني الموضوع غير طبيعي، وبالتالي في هذا السياق لابد من التدخل. وقبل ان نتدخل خلينا يعني نجيب على السؤال اللي انت سالتيه. حقيقه تسمعيني كويس الان؟ تسمعوني كويس انتم؟ نعم تفضل. اي بشكل نعم. واضح تفضل. اي نعم. فموضوع التعود اصلا على هذا على الالعاب هي بحد ذاتها معطل للوظيفه الاساسيه للحياه، اليس كذلك؟ يعني بعباره اخرى انه في حاله انه انا لم اجد مثلا في اليوم هذا لم استطيع ان اشبع رغبتي في اللعب، فانا كانه ناقصني شيء. طيب كيف يمكن يعني مثلا نوجه شبابنا؟ نعلم بانه هناك شريحه معينه هم من مدمني هذه الالعاب الالكترونيه عبر الانترنت، خاصه اطفال في سن معين، مراهقين وفئه الشباب، كيف يمكن حمايتهم، توجيههم بشكل لا يهدروا وقتهم مع الالعاب الالكترونيه ولا يصلوا الى مرحله الادمان؟ لا هي حقيقة أصعب من مسألة، يعني هي معقدة أكثر من الإدمان، لأنه الإدمان أصلا يعني الإدمان كلمة الإدمان للمخدرات أو الكحول هو منفرة أصلا، ولا لا؟ فبالتالي حتى الأسر والمجتمع ينفر من هذا الموضوع. أما كون أنه الطفل أو الشاب يتعود على الألعاب فهي يعني أصلا يعني حاجة مقبولة اجتماعيا وأسريا، فهذا ما زاد الطين بلة، أنها مقبولة اجتماعيا، وبالتالي عدم وعي الأسر هذا اعتقد انه هو السبب في هذا الموضوع. اضافه الى ذلك اختي الكريمه انه طيب، لكن دكتور كيف يمكن مساعدتهم؟ يعني نعم علمنا وفهمنا بانه استخدام المفرط للانترنت اللعب الكترونيا هو يعادل ادمان، يعادل تعاطي الكحول، كيف يمكن ربما من مدمني الالعاب الالكترونيه يرغبون في ربما الكف عن ذلك ولكن لا يستطيعون؟ كيف يمكن أن يشغلوا أنفسهم ربما بأشياء أخرى؟ هل من خطوات يعني نفسيا يمكن أن تحدثنا بها؟ معلم أنا جايك. أولا لابد من توعية الأسرة بحيث أنه يكون هذا الموضوع ليس موضوعا مقبولا. يعني الزيادة في طبعا في دراسات أشارت أنه التعامل مع الألعاب الإلكترونية لفترة معينة، بل بالعكس من ذلك هو يحفز الدماغ وأنشط وخلايا الدماغ، وبالتالي يكون تفكيره تفكير ديجيتال، تفكير رقمي، وهذا احنا نريده حقيقة، لأنه احنا في العصر هذا أصبحنا نعتمد كثيرا على العالم الافتراضي والعالم الرقمي. إذا القضية ليست هكذا، القضية أنه لابد من توعية الآباء والأمهات بحيث أنه يكون هناك جرعة معينة في موضوع الألعاب، هذا واحد. الشيء الثاني ايضا يعني اشاعه الوعي بانه حينما ترى نفسك ايها الشاب او انت يا الام ترين ان الطفل هذا يبدا بالصراخ والازعاج اذا منع من موضوع الالعاب، اذا لابد ان تتوجهون به الى مركز الارشاد، حيث ان هناك ناس مختصين في هذه في يعني في توجه للمختصين، وايضا عدم ربما الافراط في ساعات استخدام اللعب الالكتروني. شكرا لك دكتور، اشكرك جزيلا على هذه المداخله معنا. دكتور عبد العزيز المطوع، استاذ الارشاد النفسي في جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل والمدير العام لمركز الارشاد الجامعي، كنت معنا عبر الهاتف من الدمام.